جمعة حسن محمد، عزبة عراقي، مزرعة عراقي، إنتاج دلوقتي مزرعة عراقي 55 فدان، متعامل مع سيكا من 24 سنة. حاليا دلوقتي في الأورجاني، بقت الحاجة بتزيد معايا عن العادة أكتر من الطاق طاقين، والإنتاج حلو والعمالة معايا والشغل 100 فل و10، بنجيب مع إخواتي وأولاد إخواتي ونجيب عمالة من جارنا ونزرع الزرع بتاعنا اللي هو النعناع والشيح والعباد والتوم والبصل والشمر والكراوية وحشيشة الليمون والمارينجا. حاليا عندنا بنزرعه احنا هنا وانتاجه 100 فل و10 وشغله حلو قوي، والصحة بقت تمام التمام في كل حاجة، حتى هنا من الحالة الأورجاني بقت تمام. وبنعمل هنا بنجيب المستحضرات ونعمل الكمبوست، ويجي لنا المهندس من سيكم حاليا يجيب لنا المستحضرات ونحضر الكمبوست ونفرشه في الارض، ويا بعد المحصول الاولاني نفرده برضه ونفرده في الارض ونحرطه بالجرارات ونزرع الزرع اللي هو بيزرع حاليا، العباد والشيح والشمر والكراويه اللي هو شتوي حاليا واحنا شغالين فيه دلوقتي، والتوم والبصل في الشتوي، والصيفي عندنا القطن والريحان والنعناع والنعناع البلدي والنعناع الفلفل في الصيفي. واقتصاد المحبة معانا هنا زادنا علم وزادنا تمام في كل حاجة، وطبعا بنقول له ده شغل المحديدة اقتصاد المحبة معانا، والمهندسين من سيكم بيجوا يشرفوا معانا هنا مع اقتصاد المحبة برضو، وبنشوف الأرض بيجوا عندنا ويشوفوا الزرع ويشوف كل حاجة المهندس من سيكم ويجيب المستحضرات وكله تمام، والعيال بيجمعوا كوميل والعمالة على هذا النظام والعباد وكله تمام في الاورجاني اكتر من العاده، 100 فل معانا هنا وحبينا الاورجاني اكتر في كل الشغل. العاده كان تعبنا قوي،